شكرا على السؤال، بس اللي بغيت أكده بأن في دول الخليج عامة في هناك اجتماعات مستمرة، وفي هناك يعني كثير من التوافق بالنسبة للفحوصات اللي تجرى والإجراءات والبروتوكولات الموجودة اللي بين المنافذ، وهناك في لجان باستمرار في هناك يعني اجتماعات لها وتغير وتعدل الوضع. احنا طبعا أكيد في نهاية خلينا نقول الأمر نحتاج أن تكون هناك في تسهيلات للسفر، ولكن صحة وسلامة الناس هي الأولى. اليوم احنا ما تقاس فقط ان انا والله بفحص قبل ثلاثة ايام وبايك الدولة هذه وسوي لي فحص مرة ثانية للتأكد، قد يكون مقترح يعني في مكان لكن يقاس علميا ولازم الفريق يدرسه، وكذلك هو معتمد من قبل كل دول الخليج. الاستعداد ليس فقط في قضية الاجراء، ولكن اعتماد الفحوصات امر مهم، ليس باعتماد مختبرات دول الخليج اللي احنا نثق فيها، ولكن اعتماد توثيقها، اعتماد عدم تزويرها، اعتماد عامة وصولها. وأنا أطمن الجميع بأن هناك في فريق الآن يعمل على ذلك من أعضاء دول الخليج جميعا، وإن شاء الله بالعكس يصير هناك في أمر توافقي، وإحنا في توافق دائما بذلك. ولكن اليوم إحنا نشوف مصلحة الناس والمعطيات اللي موجودة في قضية الحجر لعشرة أيام، لأن عندنا هذه الدراسات اللي ما زالت عامة تثبت بأن ممكن المرض في قضية الحضانة وممكن ينقلب من قبل يعني من نيجاتيف الى يصير بصوره موجبه في خلال هذه العشرة ايام. الطريقه والايام واختصارها الفريق الوطني المتخصص ان شاء الله بيدرسها وعلى مستوى دول الخليج، ولكن احب اطمن الناس ان هذه الاجتماعات مستمره وتناقش ويعرض فيها، والهدف فيها السلام اولا، وبعدين ان تكون هناك في مصلحه وتسهيل عامه السفر بين الدول.